طبعا نهاركم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عبر الخط الأخضر. وكما عودناكم سنعرض في هذه الحلقة إلى مجموعة من القضايا المختلفة، نبدأها بتقرير الزميلة غادة أسعد. لعل الاغتراب الذي يعيشه الطالب الفلسطيني في الجامعات العبرية والتمييز الموجه ضده جعل ضرورة إقامة جامعة عربية أكثر إلحاحا، ولكن هذه الجامعة التي لا زالت حلماً يراود فلسطيني الداخل، ولكنه حلم تداهمه العراقيل السياسية الإسرائيلية. كيف؟ فلنشاهد التقرير. لطالما تطلع الفلسطينيون إلى بناء صرح جامعي يمثلهم أسوة بسائر المجتمعات في العالم، خاصة أن أقليات أصلانية مورس ضدها التمييز والعنصرية استطاعت أن تقيم جامعات خاصة بها في بلادها. أما الفلسطينيون في الداخل فلا يزالون ينتظرون قيام جامعة عربية، ومؤخراً وبعد نضال طويل أقر في الناصرة إقامة جامعة أو أكاديمية عربية تمنح الطلاب ألقاباً جامعية في عدد محدد من المواضيع العلمية. حصلنا على الإعتراف المبدئي الذي صادقت عليه الحكومة، ومع تدريس موضوع الكيمياء. مؤخراً حصلنا على موافقة مجلس التعليم العالي على تدريس موضوع الاتصال، ولذلك قلنا سنحاول أن نبدأ بالتدريس في هذه المؤسسة ربما بالشهر أكتوبر أو نوفمبر القريب من هذه السنة. ما هي الجامعة التي نسعى إليها؟ وما هي المضامين؟ وما هي المواضيع التي نريدها أن تكون في مثل هذه الجامعة؟ هل نريد أن تكون جامعة مثل باقي الجامعات تدرس الفيزياء والكيمياء والرياضيات واللغة العربية مثلا كجزء واحد من هذه المواضيع؟ أم أنه يوجد هنالك يعني رؤية أخرى ويجب أن نعمل عليها بشكل مركز حتى تكون جامعة مختصة في موضوع معين؟ مهم جدا أن يكون في جامعة عربية في البلاد تعلم باللغة العربية، لغة الأم، لأنه إحنا يعني 1.5 مليون عربي لازم نمارس لغة الأم تبعتنا، وهذا الإشي بفيدنا وبجدنا وبخلينا يعني مشدودين وطنيا أكثر قوميا أكثر لعروبتنا. ما بننساش عروبتنا، ما بننساش أنه إحنا عرب. ويرى الفلسطينيون حاجة ملحة لوجود جامعة عربية تتحدث بلغتهم وتدرس ما يلبي طموحاتهم الفكرية والأكاديمية والعلمية بعيدا عن سياسة التمييز واللامساواة التي يواجهها الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية، خاصة ما يمارس ضدهم من تقييد للحريات كحرية العمل السياسي والوطني. لدينا آلاف الطلاب العرب الذين لم يقبلوا في الجامعات المحلية فاضطروا إلى ترك البلاد، وقسم كبير منهم لن يرجع بعد أن يبقى سنوات عديدة في مجتمعات أخرى. أنا أريد لغة العالم أن تدرس بالنسبة للمواضيع العالمية، ولكن أنا أريد المواضيع التي تهمني كمجتمع أن تدرس في هذه الجامعة. ولذلك القضية هي ليست إقامة جامعة، لكن القضية هي ما هي هذه الجامعة التي نتحدث عنها، أو ما هذه الكلية التي نتحدث عنها. أنا اخترت أن أتعلم بجامعة عربية أول شيء لصعوبة القبول في جامعات البلاد. صعوبة القبول في جامعات البلاد من مبدأ عنصري وتمييز، لأنه إحنا أقلية عربية، فتمييز في اختيار المواضيع، يعني في إنه مواضيع محددة، وإذا في طلاب بدأ تعلم مواضيع معينة اللي هي بتكون يعني بيختاروهم اختيار. الاحتكاكات اللي بتكون بين الطلاب اليهود وبين الطلاب العرب في الجامعات العبرية، بين الإدارة إدارة الجامعات وبين الطلاب، وكل الجو اللي بيكون جو الاحتكاكات والجو المشحون اللي بيكون بين الطلاب، هذا كله بيكونش العنصرية بتكونش. لا يتطلع الأكاديميون الفلسطينيون إلى إقامة جامعة عربية في الداخل فحسب، إنما أيضا إلى إدراج حقول أكاديمية جديدة ترتبط بحضارتهم وثقافتهم وتاريخهم، بحيث تشكل مزية وإضافة نوعية على المشهد الأكاديمي الفلسطيني في الداخل بعامة. أهم هدف من وراء إقامة مثل هذه الجامعة وهو دراسات للأقليات
وخاصة الأقلية الفلسطينية، الأدب الفلسطيني، التاريخ الفلسطيني، الشعر الفلسطيني؟ لدينا كادر أكاديمي بخبرات رائعة من البلاد. يعني فيش عصام نقاش على ضرورة وجود معاهد عليا اللي على الأقل بتحكي لغتك، يعني أنت بتعرف أنه حتى اللغة والأدب العربي بالجامعات الإسرائيلية يدرسوا باللغة العبرية، ومعظم المحاضرين هناك من المستشرقين اليهود، يعني مفارقة شوي مضحكة. أكيد أسماء، يعني القضية هي قضية حق وليس قضية مطلب، يعني إحنا اليوم أكثر من 1,300,000 نسمة، وإلنا الحق طبعا ببناء مؤسسة أكاديمية فلسطينية خاصة فينا وغير تابعة للمؤسسات الإسرائيلية، بالإضافة إلى إقامة المعاهد العليا، لأنه جميع هذه الأمور تؤدي إلى النمو في الاقتصاد داخل المجتمع العربي. فمن هذا الموضوع خلينا إسا ننتقل لتقرير آخر مع الزميل وائل عواد. أكيد عصام، يرتبط مصطلح التراث بالماضي من حيث البعد الزمني، هذا صحيح، ولكن كيف نتعامل نحن مع تراثنا؟ هل هو ملقى ومهمل في زوايا الماضي وزائر لمعارض الحاضر فقط؟ أم أنه مادة حيوية نستطيع استخدامها كركيزة لتطوير حاضرنا وبناء مستقبلنا؟ من ليس له ماضي ليس له حاضر، وشعب بلا تراث شعب بلا جذور. من ليس له ماض ليس له حاضر أو مستقبل، ومن لا يهتم بقديمه لا قيمة لجديده. البعض لا يجد لأشياء كهذه قيمة، وقد يعتبرها خردوات قد جار عليها الزمن، ولكن هنالك من يراها أمورا بالغة الأهمية. فهذه الأدوات القديمة تدل بشكل مباشر على طريقة عيش أجدادنا في فلسطين قبل عشرات ومئات السنين، ولها أيضا دلالات وارتباطات عميقة تتجاوز حاجتها الأداتية. باعتقادي احنا بنحكيش على أشياء عادية، يعني احنا بنحكي على تراث، بنحكي على موروث، موروث تراثي لشعب بأكمله، يعني بنحكي على شعبنا الفلسطيني، على أدواته التراثية اللي استخدمت في بيوته، في بيته، في مكان عمله، في الحقل، في الدكان، في كل مكان استخدم القطع التراثية الموجودة هنا. فأنا بقول قطع تراثية وليست أشياء بمفهوم المصطلح اللي ممكن يكون المتواضع والبسيط. هاي جذورنا، هاي تاريخنا، هاي عاداتنا، تقاليدنا، يعني اللي ما بتطلع على هاي الأشياء وهاي رموز من حياتنا. أما طبعا في أعلى وأسمى من هاي الرموز، ولكن بدلنا على كيف عاشوا أهلينا. ثمة عدة جمعيات في الداخل الفلسطيني تهتم في الحفاظ على هذا الموروث، وعادة ما تجمع هذه الأدوات على يد متطوعين من مخازن البيوت القديمة، فتكون مرمية مهملة يعتليها الغبار والصدأ، فيأتي الباحثون في التاريخ والفلكلور ويعطونها بعدا ثقافيا حضاريا. مثلا شخصيا أنا لقيت عدة أشياء في بيت أهلي، وفي عدة أصدقاء، يعني مثلا صاحب العام تاع المعرض الأخ أمين محمد علي كان يجمع من عدة محلات حتى دفع مبالغ طائلة مقابل أشياء مشان يحافظ عليها ويحافظ على هذا التراث العريق. كل هذه الأشياء جمعت بصعوبة فائقة. التنوع في القطعة التراثية هو الشيء المهم، وليس أن يكون عندك قطعة تراثية. والحقيقة أيضا أن بعد أن فتحنا المتحف، متحفات التراث الشعبي في الناصرة، جاء عدد من أو بعض الناس وقدموا التبرع وقدموا هذه القطع، جزء من هذه القطع لبيت التراث كمساهمة، يعرفون ماذا يفعلون بها، فقسم تحول إلى بيت التراث. ومن هنا أيضا نناشد جميع الناس الذين يملكون هذه القطع التراثية وموجودة في المخازن أو في أماكن مهجورة أو مهمشة، أن يدركوا أن يعوا أن هناك متحفا بحاجة إلى كل قطعة تراثية لتوثيق
هويته الفلسطينية في الداخل، لتوثيق هذا الموروث وهذا النتاج، نتاج الشعب الفلسطيني. ويتجاوز دور المتاحف أيضا البعد ذا الدلائل التاريخية، بل هو أيضا مشروع تحدي لعالم مليء بالمغريات التي تبعد الإنسان عن جذوره من جهة، ومليء أيضا بالمشاريع الإسرائيلية التي تريد للعرب الفلسطيني أن ينسلخ عن كل ما يربطه بالأرض والآباء والأجداد. ومن هذا المنطلق تقوم جمعية الصيبات في سوق الناصر القديم بإقامة فعاليات لطلاب المدارس تعزز فيهم هويتهم وانتمائهم. المعركة موجودة في اتجاهين، الاتجاه الأول غالبية المدارس وللأسف الشديد وضمن المنهاج التعليمي يجب أن يتعرف الطالب على التراث في شمولية معينة، التراث أي تراث، التراث الإسرائيلي، التراث الفلسطيني. فعندما يصل إلى المتحف الإسرائيلي ويجد هذا الموروث التراثي الفلسطيني موجود في داخل المتحف الإسرائيلي، موجود عند الآخر، يتفاجأ. وعادة تذكر الكلمة بما معناها في اللغة العبرية زي ما هم ورشت شيلانو، هذا من تراثنا أو هذا تراثنا. رأينا أن يكون هناك بشكل واضح وصريح قضية التراث هو خط أحمر، قضية التراث يجب على كل طالب وعلى كل إنسان يعتز بهويته الفلسطينية ويعتز بتراثه أن يزور متحف التراث وأن يتعرف على هذا الموروث حتى تكون هناك استمرارية وتكامل وعملية ربط الماضي بالحاضر. مزبوط أسماء أنه إسرائيل مش بس بتحاول أنه تخفي وتطمس التراث الفلسطيني على أساس تثبت أنه ما كان في إنا تراث في هاي الأرض، ومن جهة تانية والإشي الخطير كتير أنها بتحاول أنه تأخذ وتسرق هذا التراث إلها. وهون عصام بالضبط أهميته بالنسبة لإلنا كفلسطينيين، لأنه إله قيمة مضاعفة. أولاً إحنا حافظنا عليه زي أي شعب تاني، وتانياً منقدر نستخدمه كبرهان على وجودنا على هاي الأرض وحقنا فيها وعلى شرعية روايتنا في ظل محاولات إسرائيلية للتغييب والنفي. وخلينا إسا ننتقل لتقريرك أنت عصام. نحن أمام تجربة حديثة نسبياً في المدارس العربية، ونقول إنها خارجة عن المنهاج المألوف. من قال إن على الطالب أن يجلس كالتمثال ويلقن من قبل المعلم؟ هنا يبادر عدد من المدارس العربية في الناصرة إلى إعطاء مساحة حرة للطالب لتحريك الجانب الإبداعي والجمال بأي طريقة. فلنشاهد التقرير. أمي واحدة من الملايين، بستغرب إنه مجتمعنا دائماً بكبت المرأة، بتعامل معها وكأنها أقل أهمية، كأنه محلها بس بالمطبخ. صعب أعامل نفسي بنفس الطريقة، بعدني مش قادرة أفهم السبب. كان لابد لنا أن نرافق هؤلاء الطالبات من فرع الاتصال التابع لمدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة لكي نشاهد بأنفسنا كيف يقمن بإنتاج فيلم وثائقي، فدهشنا لارتباطهن المتين بهذا الموضوع وكيفية التعامل معه بمهنية وإبداع، وكأنهن يدخلن إلى مساحة جديدة ومهنة إبداعية مستقبلية أدخلتها المدارس العربية في الداخل إلى جانب تخصصات أخرى تؤهل المشاركين إلى مرحلة جديدة من حياتهم المستقبلية وتحمل معها رسالة اجتماعية لمجتمعنا العربي. عرفنا عن حالك. تخصص الإعلام أول إشي هو غير عن التخصصات الباقية، هو مش كتاب إحنا بنقرأ ولا إشي إحنا بنحفظه ومنقدم فيه امتحان بالنهاية، هو أكتر امتحان نفسي، يعني كيف إحنا ممكن نبلور شخصيتنا وكيف إحنا ممكن نوصل أفكارنا عن طريق كاميرا وعن طريق ناس، وكيف إنه عن جد يعني نبني للمجتمع أفكار جديدة. حددت مرحلة معينة أنه تحصيلك وكديش انت بتثبت حالك على الفاضي، انت استغرابك نابع من عدم وعيك للمشكلة اللي انا بعاني منها.
انه انتم بتعتبروا السمار انه عيب، انه صفه غير جميله. العالم كله بتطلعوا على اللون الاسمر، تعبير عن الذات والاكثر والاقل. يعني الموضوع انت بتقدر يعني بتشرح عن نفسك فيه، عن ذاتك. يعني بكل تخصصات التانية انت ماده بتدرسها وخلص، هون لا، انت بتحط كل طاقتك فيه، كل الشغلات اللي انت بتحبها بتطلعها من وجهات نظر، بتتعلم اشي كتير. يعني بتشوف العالم، مش بس العالم من الكتاب، تشوف العالم الحقيقي فيه. حصة السينما والاعلام هي مش حصة روتينية كلاسيكية زيها زي اي حصص، وعادة طلاب في مرحلة الثانوية هن طلاب مع طاقات، بحبوا التجدد، بحبوا الشغلات الجديدة، بحبوا ينكشفوا كثير أمور ثانية. فهاي بتعطي جواب لهاي الأسئلة والتطلعات والتطلبات تبعت الطلاب هذولا. ويعود الفضل الكبير للتوجه الطلابي لهذا الموضوع إلى المربين المهنيين الذين يشرفون على هذا الفرع ويقومون بتدريب الطلاب على صنع الأفلام الوثائقية والسينمائية وإرشادهم المهني إلى بعض الحقائق السينمائية والتلفزيونية. عادة منعلمهم أنه مرحلة البحث، خلق الفكرة وإيجاد الفكرة لصنع فيلم عليها بتبلش منا، من إيش بتفكر، من إيش بضايقك، من إيش بيستحوذك. فمرحلة البحث عمليا وتعليم البحث مع الطلاب هذول ببلش من ذاتهم، من نفسهم. برأيي يعني إنه نكشف أكثر للإعلام. يعني إحنا مشكلتنا العرب إنه منحكي ونعمل أفلام بس لاقيش حدا إنه يوصلنا هاي أفكار. مجرد إنه نطلع على الراديو عن جد ونحكي عن المشكلة اللي إحنا حاسين فيها ونعبر عن ألامنا اللي إحنا منحسها، هذا بحد ذاته ممكن يوصل شو إحنا حاسين. يعني بس مجرد إنه نضلنا قاعدين عن جد ونصور فيلم وما حدا يشوفه غير مدرستي ونطاق أهلي، أكيد مش رح يأثر هذا شو أنا بدي. يعني ولإدخال جزء من هذه المشاريع السينمائية إلى دائرة الحراك الثقافي والسينمائي شكلا ومضمونا، بادر مركز محمود درويش في الناصرة إلى تنظيم أمسية فنية بعنوان بواكير سينمائية، شاركت فيها 3 مدارس ثانوية من مدينة الناصرة تدرس الإعلام والسينما، وهي المدرسة المعمدانية، مدرسة راهبات الفرنسيسكان، ومدرسة الجليل التجريبية، حيث اختارت كل مدرسة أفضل إنتاجين لطلابها. هذا المهرجان مخصص للطلاب مش إلنا، يعني عمليا الطالب عندنا بيشتغل 2 سنين في موضوع الإعلام، بيعمل فيلم، الفيلم بتخبر الخزاني، لا رسالته وصلت، لا الهدف تبعه قدر وصله للجمهور، وعمليا أخذ علامة، أخذ 90، أخذ 100، أخذ 50، اللي هي أخذ علامته وروح. بس أفكر الطلاب هذولا للأمد البعيد راح يظل يفكر إنه عملنا فيلم كان له تأثير معين، والمدرسة احترمتنا وعملتنا مهرجان. كان في عندنا فيلم حكاية شعب، هذا فيلم لحاله بحكي عن كل فرع الاتصال موجود. أنا عصام كنت في هاي الأمسية وشفت إنه بالرغم من إنه إنتاج الأفلام متواضع، بتعرف طلاب ومدارس وهيك، إلا إنه الطلاب فعلاً عندهم مواهب في الإخراج والتمثيل والتصوير وغيره، وأنت هون بتعطيهن فرصة من جيل صغير إنهن ينكشفوا على عالم السينما من غير بس ما يتقوقعوا بالمدرسة بمواضيع تقليدية مثل العلوم والرياضيات والحساب وإلى آخره. أكيد أسماء، وأنا المضبوط بحسدن لهذول الطلاب إنه اكتسبوا خبرة يعني منذ الصغر المقاعد الدراسة في مجال السينما والتلفزيون والأفلام الوثائقي وإلى آخره. وأنا لما خلصت مدرسة وقررت إنه أتعلم موضوع الإخراج، طلعت لبريت البلاد والمزبوط انصدمت، لأنه ما كنت أعرف إيش عن الموضوع، وما كان في عندي قاعدة أكاديمية عن الموضوع، بينما الطلاب اليوم بيتعلموا في المدارس هذا الموضوع ممكن يكملوا ويصيروا مخرجين كبار، وإحنا بنتأملهم كل نجاح. بس إسا خلنا ننتقل من السينما للموسيقى. يبدو أن الألوان الموسيقية في هذا العالم الصغير والمفتوح لم تعد حكراً على شعب دون سواه. نجد موسيقى شرقية في الغرب، غربية في الشرق، وقد نكون أيضاً أمام تجارب فيها خلطة من موسيقى عالمية وحضارات مختلفة. والأهم أن هذه التجارب ليست نابعة من اصطناع أو افتعال، إنما من عفوية وتلقائية القائمين عليها. دعونا نرصد مع الزميلة منى أبو بكر برغوثي تجربة الفرقة العكية رواء. تا
تأسست فرقة رواء في مطلع العام 2010 بعد أن اكتشف أعضاؤها أن بحوزتهم أغاني ملحنة ألفوها خلال جلساتهم المشتركة كأصدقاء، فقرروا إنشاء فرقة تغني أغاني احتجاجية مستوحاة من الواقع الاجتماعي والسياسي الذي يعيشه أعضاء الفرقة، وتعزف موسيقى غير مألوفة للأذن العربية. من أول كلامك كان مبين عليهم دغري، ومن سلامك عارف إنه رواء يعني إجا الأسم جديد عمليا، صارنا سنة تقريبا سنة نشتغل على الموضوع. الفرقة مجموعة أصحاب اللي إحنا يعني منحب الموسيقى، وكنا نجتمع بشكل عام هيك دائما نقعد أعداد ونعزف مع بعض ونتسلى. فكانت الفكرة من قبل عشر سنين، يعني من عشر سنين إحنا بنشتغل على الموضوع إنه نكون فرقة. فكان كتير محاولات على الطريق، فكان بالبدايات كان الإشي مبني أكتر إنه شرقي مثلا وكذا، أكتر آلات تخت شرقي، العود، بزق، كمان هيك شغلات. فدمجنا يعني إياس جيتار، بيعزف جيتار وبيعزف جيتار باس وجيتار كهربائي وهيك، فإحنا دمجنا الشرقي مع الغربي مع الجاز. انضم إلنا بشي مرحلة كمان أكرم حداد، عازف بيانو وكذا، واللي هو كمان جازيست وكمان كلاسيك يعني، وهيك تكونت، صار في نوع من الكيمياء يعني بيناتنا اللي نتج عنها يعني العزف نفسه وطريقة العزف نتج عنها نوعية الموسيقى اللي عم تطلع. كانت تجربتهم عفوية جداً، ولكن أدهشهم إقبال الجمهور منقطع النظير واستحسانه للموسيقى التي قد يعتبرها البعض كلون من ألوان الجاز في بعض الأغنيات، وموسيقى ميلودية في أغاني أخرى. كلمات الأغاني نفسها بتوحي كأنه في إشي عم بيصير، في فعل وفي ردة فعل وكذا، كمان في الموسيقى وكمان في الكلمات. فهذا الاشي بيخلي الجمهور يضلوا منصت وصاغي انه ايش اللي عم بيصير، في قصة عم بتصير. كتير مهم من العرض نفسه اللي احنا بنقدمه والموسيقى اللي بنقدمها هو يعني التفاعل مع الجمهور نفسه. ففي جو مسرحي يعني، في اول اشي اهتمينا بالديكور اللي احنا قاعدين فيه، مش كمان فرقة موسيقية قاعدة ماسكة آلاتها وعم تعزف لحالها والناس بتسمع من السماعات، لا، كل اشي احنا متأثرين منه، من موسيقى غربية ومن موسيقى شرقية كلاسيكية، يعني من كذا نوع موسيقى. فبتلاقي بقلب العمل نفسه في الأغنية الوحدة كذا نوع موسيقى مع بعضه، يعني في دمج للشغلات كلها، بالذات انه كمان عازف الايقاع تبعنا ارجنتيني بالاصل وهو يعني درامر، فجاب اللون اللاتينو، فصار في دمج كتير بين اللاتينو والجاز والعربي والكلاسي، هيك في كذا نوع مع بعضه مخلوط، بعد شو ملاقين له اسم. توج تأسيس فرقة رواء مرحلة نضوج موسيقية وحياتية مر بها أعضاء الفرقة، خصوصا بعد تجارب عديدة في أطر موسيقية مختلفة، ليكتبوا ويلحنوا أخيرا اللون الموسيقي المميز الذي توصلوا إليه، مما حثهم على تسجيل ألبومهم الأول ومتابعة مشوارهم الفني رغم كل الصعوبات. كفرقة، كنتيجة فرقة، أنا بعد ما سمعتش إشي مشابه. في عنا قسم الآلات على فكرة اللي هي يعني الإيقاعات مثلا، ليتو بنى لإله آلات هو بناها، ومش بس إنه عزفه شوي بيجي مش روتيني، إلا كمان حتى الآلات اللي بيستعملها واللي هو بناها كمان هي مختلفة. النتيجة أنا شخصياً من ناحية موسيقية راضي عنها، لأنه هي كمان نتيجة شوي مختلفة يعني، مش وصعب نعرفها يعني، صعب نيجي نقول إنه مثلاً في قسم من أكرم اللي ذكرتوه جاي من محل مختلف من ليتو، وليتو جاي من محل مختلف من فراس، وأنا وفراس مختلفين، إحنا أصلاً كأشخاص مختلفين، كل واحد عنده راسه، كل واحد في جيل معين، كل واحد في ظروف معينة. عملنا نجلد كل طاقاتنا وكل ما عنا علشان المشروع ينجح، من محبتنا له ومن إيماننا فيه كمان من ناحية مهنية وكمان شخصية.
أنا المزبوط أسماء بفهمش الناس اللي بيرفضوا أن يكون في موسيقى دخيلة على الموسيقى الشرقية. يعني في الآخر الموسيقى هي لغة عالمية، لغة الملائكة، وكثير من الموسيقيين في العالم يعني بتأثروا من حضارات غيرهم، وعشان هيك يعني في رأيي الموسيقى هي أذواق، ولا شو رأيك أنت؟ أكيد عصام، يعني وأنا بتخيل أنه عندي قناعة كمان أنه كل أنواع الفنون، وكمان مش بس بالموسيقى، المسألة مسألة إيمان الفنان بتجربته وكمان صدقه بالتعبير من خلالها. يعني إحنا هنا منحكيش عن تجارب اللي فيها تقليد أعمى أو متعمد أنه بس بدي أعمل جاز عشان أكون مختلف، إحنا منحكي عن معادلة بسيطة زي ما إحنا منسمع موسيقى عالمية كمان مننتج موسيقى عالمية. صحيح، ومع هذا التقرير بنصل لنهاية حلقتنا لليوم، نتأمل إن نالت إعجاب المشاهدين. نذكركم مشاهدينا تابعونا الأسبوع القادم في حلقة جديدة ومواضيع جديدة في برنامج عبر الخط الأخضر. منا أسماء عزايزي، عصام بلان، أطيب المنى، وإلى اللقاء.